السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما نحكي لكم الجزء الأول ديال هذا المشروع ديال ليكاس، اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم شحال ربحت ومنين تقديت السلعة وإلى آخره. واحد القضية مهمة في آخر الفيديو، غادي نتكلم على المشكل اللي طرا ليا مع الشخص اللي من القوات المساعدة، بحكم أن بزاف ديال الناس تواصلوا معايا قالوا لي راه الناس حجروا الطوب، وأنا غادي نوضح لكم كيفاش الأمر طرا بلي ديتاي إن شاء الله. كنبغي نعتذر على أن هذا الفيديو هذا تأخر، بحكم أنه بزاف ديال الناس تواصلوا معايا بغاو الجزء الثاني من تقديش وشحال تقديت ديال السلعة، بحال هذا الأخ هذا وهذا الأخ هذا وهذا الأخ هذا وهذا الأخ هذا، لكن اليوم إن شاء الله جيت باش غندير لكم هذا الفيديو. بلاتي بلاتي، الله يجازيك بالخير، كتستافد واخا غير شوية، حاول تبارطاجي الفيديو باش الناس أخرين حتى هما يستافدوا، وأبونوا معنا باش تكبري إن شاء الله العائلة ديالنا وتحفزونا أننا نديروا مشاريع أخرى. وهذا المشروع ديال ليكاس الحمد لله ربحنا ما يعادل واحد 180 درهم حتى 200 درهم ديال الربح، اللهم بارك. عام 2010 كان مقرون بواحد الوقت معين، حيت كما كنقول ديما هذا روحة الرزق، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. لكن حاليا هذا من بين احسن المشاريع اللي تقدر ديرو في هذه الوقيته ديال البرد وفي هذه الوقيته ديال الشتاء. كاين هذا ليكاس كما كتشوفوا معايا، كاينين هذا ليكاس بهذا الشكل هذا، كاينين هذا ليكاس ديال الجلد، وكاينين هذا ليكاس حتى هما نفس الشكل، وكاينين حتى هاد ليكاس هادو اللهم بارك. بالنسبه للراس مال ديال هاد المشروع، تقدر تبدا ب 200 درهم، تقدر تبدا ب 150 درهم، وتقدر تبدا غير ب 100 درهم. وفي الاماكن اللي يمكن لك تبيع هاد المشروع هذا، يمكن لك تبيع حدا اي باركينغ، يمكن لك تبيع مثلا حدا ستاسيونات بحكم انهم كيدوزوا تما بزاف ديال صحاب الماطر وما الى اخره، ويمكن لك تبيع حتى في الطريق وانت غادي بالموتور ديالك. وهاد القضيه راه جربتها وصورت لها فيديو اخر، والحمد لله جاب الله التيسير مع هذا المشروع هذا، ديال انني كنكون غادي غير بالموتور، كيبان لي شي واحد غادي بالموتور كنقص السرعه، كنكون تهز معايا هذا البرودوي هذا، كنقول لي خويا واش محتاج ليكات، وانا غادي فوق الموتور، كيقول لي وي خويا راه محتاجهم، كنقول لي خويا وقف، كنعطيه كيجرب ليكات كيلبسهم. علاش؟ واحد القضيه، فاش كتعطي لذاك الشخص اللي باغي تبيع ليه واحد البرودوي معين كيجربو، اذا كان البرودوي كيتجرب بحال كيتاثر بطريقه غير مباشره، وبحكم ان هاد ليكات اللي هما ليكات مقطنين وزوينين وسخان، مع كيديرهم داك الشخص في يدو ما كيشريهم باي ثمن غادي تقول لي. ما شفتو فجرنا هذا المشروع هذا في السوق ديال اللويزيه، اللي باقي ما شافش الفيديو يهود يشوفه دابا، عادي يجي يكمل معنا هذا الفيديو هذا باش يعرف ان هذا المشروع راه خدام حاليا. ودابا غادي نبارطاجي معكم شحال كنتقدى انا هذا المشروع في درب عمان وفي كراج علان، كما غتشوفوا معايا في هذا الفيديو اللي جاي. وفي هذه اللحظه جيت للبنكه باش ندير 200 درهم اللي غادي نجرب بها هذا المشروع، وهذا هو درب عمر. جينا باش نسولو شحال الاثمنه ديال الليل. واحد النصيحه، فاش جيت تبغى تتقدى ديما دور على بزاف ديال الحوانت باش ما يقاولبوكش. وهذا هو الصديق ديالي، تحيه لمن البنبر، جاي ونسني وجاي يعرف حتى هو الاثمنه وما الى اخره. وهذا اول محل غادي ندخلو عند ها نتوما، بحال مثلا هاد الليله اللي شاد في يديا قال لي 25 درهم، وبالنسبه لهذيك بحال الجلد حتى هي قال لي 25 درهم، وبالنسبه لهذوك الحمرين قال لي 23 درهم، وبالنسبه لهادو قال لي 18 درهم، وهذا محل اخر هاد الزرقين قال لي 25 درهم الحب، وبالنسبه لهادو اللي بحال العسكريين قال لي 23 درهم. واي واحد احتاج هاد السلعه ديال اللي بغى يترزق فيها الله وكان بعيد في اي مدينه بغى يكون في المغرب، سواء مراكس، اكادير، قلميم، ما عليه، اللي يتواصل معايا في الانستغرام نتقدى لي السلعه ونصيفط لي في المكان. وهذه هي السلعه اللي خديت انا مع هاد السيد، ومشيت عند سيد اخر خديت معندو حتى هو هاد السلعه. السلعه اللي خديت انا ب 23 درهم الحب، سلعه زوينه وما تحشمكش مع الكليان، فقط للاشاره راه تواصلوا معايا شي متابعين وتقديت ليهم وصيفطت لهم السلعه. وبعد هذا الفيديو هذا غير ما بغيتيش تنوض دبر على راسك، كما شفتي الحمد لله كنبارطاجيو معاك مين كنتقداو بالسلعه، شحال كنتقداو بالجمله، مين كنبيعو، الحمد لله ما كنبخلو عليكم حتى شي حاجه ديال الخير. لهذا الله يجازيكم بالخير عاوتاني، تنساش تابونا معنا باش تكبر العائله ديالنا ودعمونا اننا نديرو مشاريع اخرى الا سخر الله. وبغيت نشير حتى لهاد الليكات ديال الجلد اللي تقديتهم مؤخرا، حيت الحمد لله راه مصور جوج ديال الفيديوهات من بعد الفيديو الاول اللي بعنا وشرينا في هذا المشروع ديال الليكات، يعني راه فيه الخير والبركه. نوض توكل على الله وجربو، ولا جرب البيشان ديال الموتور، وإلا كان عندك واحد راس المال ديال غير ديال 50 درهم تجرب هذا المشروع ديال السيبورات اللي هو واحد المشروع حتى هو اللي زوين وفيه ما يبدا. اهم في هذا الشيء كامل هو انك تنوض دير ذاك السبب الاول، وكل مأكد راه ربي غادي يرزقك. الله يرحم الوالدين، غير الله يرحم الوالدين، عمرك تربط الرزق مربوط بواحد الشخص معين، ديما اللي كيرزق هو الله سبحانه وتعالى. يعني فاش تبغي تخرج تبيع وتشري وما الى اخره، ما فيها باس انك تتوضا وتصلي واحد جوج ركعات لله سبحانه وتعالى، وتطلبوا من القلب ديالك الخاص انه يرزقك. وكن متاكد الا درتي هذا الفعل هذا بعد انك توكلتي على الله سبحانه وتعالى، كن متاكد راه غادي يرزقك، راه ما يمكنش الله سبحانه وتعالى ما يرزقكش بعد الفعل هذا. وكما كنقول ان التجاره اي البيع والشراء في الاسواق ولا في المحلات وما الى اخره، راه مره يعطيك الله سبحانه وتعالى مره ما يعطيكش. والاهم في هذا الشيء كامل انك تدير ذاك السبب الاول، وما كتبقاش تقول وراه ما عطاتناش، وراه ما كاين ما يدار وما الى اخره. هذيك الشكوى خاصها تكون لله سبحانه وتعالى، حنا في الدنيا خصنا ضروري نديروا بالاسباب. الله يرحم الوالدين. ودابا الاخوان غادي نتكلموا على المشكل اللي طرا لينا مع داك الشخص اللي من القوات المساعده، الله يرحم الوالدين.
بحكم انني فاش لحقت فيديو فيسبوك ولحقتو حتى في تيك توك ولحقتو حتى في اليوتيوب بزاف ديال الناس تواصلوا معايا كما غادي تشوفوا دابا بحال هاد الكومونتير وبحال هاد الكومونتير وبحال هاد الكومونتير وبزاف ديال الكومونتيرات اخرين بحكم قالوا لي ان راه الناس حجروا طوب وما الى اخره. الله يرحم الوالدين، انا فاش لحقت داك الفيديو راه ما قلتش الناس ماشي حجروا طوب، انا فاش لحقت داك الفيديو وقلت ان هذاك المشكل وقع لي مع داك الشخص من القوات المساعده راه ما عمتش، راه ماشي جميع الناس بحال داك الشخص، راه عارفين انهم كاينين الناس طيبين سواء في القوات المساعده سواء في البوليس سواء في الجندارم سواء في القوات المسلحه وما الى اخره. المهم الاخوان خلاصه القول، حنا راه عارفين ان العالم كامل اللي كنعيشوا فيه راه فيهم ناس حجر وطوب، فيهم ناس خايبين وفيهم ناس زوينين. فقط للاشاره والله العظيم الا كنكون غادي في الطريق بالموتور ديالي وكيتلاقاو معايا ناس في الدرك الملكي وناس في البوليس وناس في القوات المساعده شحال من مره كيقولوا لي راه كنشوفوا الفيديوهات ديالك كمل الله يسهل عليك. من هذا المنبر كنوجه تحيه للناس ديال الدرك الملكي والناس ديال البوليس والناس ديال القوات المسلحه والناس ديال القوات المساعده. واحد القضيه اخرى مهمه، اذا بالكم هذا المنظر زوين، انا حاليا راه كنتواجد في واحد الجمعيه اللي زوينه اللهم بارك اللي هي جمعيه الطا، ولا بغيتوني نصور لكم واحد الفيديو نوريكم هذه الجمعيه شحال فيها ديال الخير وشحال فيها ديال المشاريع ونوريكم شحال ديال الدراري صغار كيتعلمهم كيفاش يخدم مشروع من ازيرو كيفاش يتعلم اللونجلي وما الى اخره. ما تنساوش تقولوا لي في الكومونتيرات. او الى وصلتي حتى لهنايا ما تنساش خلينا شي دعوه لينا ولوالدينا والامه الاسلاميه جميعا والدعم اهلنا في غزه اهلنا في فلسطين وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.